تسعة أيام. هتبقى أحلى تسعة أيام هتعيشهم معايا في حياتك كلها. حبيبتي وصلت ولا لسه؟ صوتك رايق اهو. بس قلت لك اتصور هو اللي هيخلص كل الموضوع ده. بعد كده تسمع. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ ده صوت واحدة ست. ست ازاي بس؟ انا سرحت فكنت اخبط في العربية اللي قدامي فديت كلاكس عالي. وعدت الحمد لله؟ اه تمام الحمد لله ما تقلقيش. طب تعالى نكمل فيس تايم يا ايمن. يا رشا الجو ده من امتى؟ انا هقفل وكلمني فيس تايم يا ايمن. يا بنت اخوتي ده روحي ورجلي وقلبي بعد. أنا عن ألف رجال منضعين أنا اسمها زوجة. تبي تصير أغنى مره بالعالم. ضحي وجهي. سهبلين قروشه عندي وبجيب اللي أبيه بقروشه. شو رأيك نروح نتغدى سوا؟ هيك بيكون في مجال نحكي أكتر، نشوف شو البضاعة شو المساحة، وبعدين برجع بياخدك على المستودع. فكرة حلوة كتير. شو هيدا؟ هيدا لحتى نحكي بطريقة أسلس. شو قاعد تقولي؟ شلون نور؟ شوف أنا مو متأكدة بس ما ده هو مجرد إحساس، يعني قلت أنا من كيف؟ ما يصير ما تكونين متأكدة، أنت أكيد شايفة شيء. شفت باليوم اللي انطعن فيه يوسف؟ كان قاعد يدافع عن نور، يعني هذا كله صار بسبة نور. شو بتسوين يعني؟ والله أذيك بأعز الناس على قلبك. خالد صباح الخير. هلا صباح النور. صباح النور حبيبتي. هلا هلا بالدلال كله. شلونش ماما عادة؟ الحمد لله حبيبتي. انتي شو اخبارك؟ الحمد لله انا خلاص قررت. بالمبارك هذه الأخبار السنة، هذه الأخبار الزين. ألف ألف مبروك إنك وافقتي على الزواج. أنت الحين ما تسكتين علشان أسمع بنيتي شو تقول. سكتي. آسفة خالتي. هاي أمه شو قررتي؟ أنا ماني موافقة على اللي متقدم لي، ولا تيبوا لي سيرة الزواج مرة ثانية ومن غير ليش عن إذنكم. لحظة، الحمد لله والشكر خالتي، هذه شو فيها؟ ضل بالمي كريم، ضل بالمي. بدي احكي مع الشرطه، ما في وقت، كريم محتاج مساعده. ترى ممكن يتهمونا. يتهمونا بشو جبر؟ بموت كريم. كلهم طلاب جامعه او خريجين جدد. ابغى معلومات سريعه تفيدني في التحقيق وياهم وهم بعدهم في حاله تصدم. ما تشكين؟ يمكن يكون كريم. في سوابق؟ كريم هو اللي كان مخطط للرحله وكان كثير متحمس. الغلط دائما يكون في الشخص اللي نتنازل له، الشخص اللي ما يقدر ولا يحترم هالتنازلات ولا يستاهل. في عبارة أحب أسمعها وأقراها كثير وأرددها وبقولها لكم: ضرير الروح لا يرى وإن أبصر، وبصير القلب وإن أغمض عيني يرى أكثر.